هذا ريموت تلفزيون وانسا الجديد راح يجيب لك تقنيات وايد كثيره بسعر جدا مناسب. راح اعطيك اهم المميزات واقول لك السعر واقول لي اذا هذا شيء يسوى ولا لا من اول الفيديو. حجم الشاشه 55 بوصه، راح تيك بنوع LED، راح يكون سمارت تي في بلتن اندرويد تي في والخام اللي ما فيه زيادات ولا يخليه ثقيل. دقته 4K وفي IOs وايد كثيرة منهم هم بعد 2 USB ports. لا والريموت يجيب لك أربع أزرار من أهمها جوجل بلاي ستور، نتفليكس، يوتيوب، وأكيد برايم مال أمازون. أوكي وقت مونتاج الفيديو صار فيه مقاطعة حق نتفليكس. لا تنزل نتفليكس، إحنا ما نبي نتفليكس، ما نحب نتفليكس على اللي قاعد تهبب فيه نتفليكس، بس وقت تصوير الفيديو ما كانت عندنا مشاكل مع نتفليكس، عشان كذي أنا قاعد أروج حق إنه ترى على الريموت في خدمة نتفليكس. بس وقت المونتاج استوعبت ان احنا الحين مقاطعين نتفليكس، فما نبي نتفليكس. الله يهدي الجميع. كمل الفيديو ب 119 دينار 900 فلس. جد شوف الرابط اللي تحت. يعطيكم الصحة والعافية، معاكم أحمد بوعريكي. هذا الفيديو راح يكون برعاية إكسايت، وهو وكيل وانسا موزع الرسمي، بس تقدر تحصلهم كل مكان، والسعر اللي عطيتكم إياه راح تحصله من عند موقع أو حتى من خلال تطبيق مال إكسايت. وشوف شلون هذا هو التلفزيون 55 بوصة مثل ما قلت لكم. الحين تلفزيون الواحد شي يقول عنه، مو قاعد نراجع بطارية، مو قاعد نراجع حجم التلفزيون، مو قاعد نراجع راجع شغلات معينة هي تكون مهمة حق أي واحد يشتري تلفزيون. قاعد أتكلم أنا أكيد عن البانل أو الشاشة نفسها. إحنا الشاشة مثل ما قلت لكم راح تكون من نوع ال LED وراح تعطيك تباين ألوان جدا ممتاز. أدري أن هذا شيء أنت عادة ما تسمعه لما تسمع شاشة LED، بس شوف هاللقطات هذه. زوايا الرؤية مالت التلفزيون توصل وياك لتقريبا 180 درجة، هذا معناته أن حتى اللي قاعد على الطرف كلش يقدر يشوف بوضوح وتباين ألوان ممتازة بدون لا يصير فيه color shifting، وهذا شيء عادة يصير بالبانلز أو الشاشات اللي تكون رديئة أن اللون مالها يتغير لما أنت تغير، وهذا الشيء شبه معدوم مع التلفزيون السمارت تي في من شركة وانسا. احنا من ناحية الريزولوشن راح تكون 4K، وهذا شيء جدا ممتاز كون عندنا محتوى وايد كثير 4K. الألعاب مالت 4K على الأبواب، فهم بعد راح يصلح لك حق الألعاب. في فرق من ناحية تباين الألوان، حط ببالك أن الريفرش ريت مالها ما راح يكون وايد عالي علشان يواكب هذا الشيء، بس إذا تبي تلعب أنت كاجوال جيمينج على قولتهم شاشة راح تكون أكثر من ممتازة. بس الشيء العجيب الموجود مع هذه الشاشة أن هي شاشة ذكية، وما سوت لك وانسا نظام تشغيلي خاص فيها، لا استعملت لك مثل ما أنتوا قاعد تشوفون هني كروم بيلت إن، هذا معناته راح تدعم لك أندرويد تي في، والأندرويد تي في اللي راح يكون موجود عليها راح يكون خام تماماً، ما راح يكون فيه على أي نوع من الزيادات. هذا هو نظام تشغيلي مال أندرويد خام. شغلة أنا خليتها هنا عشان أتذكر أنا قاعد أسوي المراجعة. يدعم اللغة العربية، فتقدر تحول التلفزيون بالكامل مع نظام تشغيل مال أندرويد إلى اللغة العربية. الحلو في الموضوع إنه تقدر أنت تستعمل الريموت بدون لا توجه، مثل ما انتم شايفين قاعد اوجه الريموت عليكم، بس هو الحين قاعد يقبل. هذا شيء وايد حلو بهذه الفئه السعريه ما تحصل عاده. والشيء الثاني انه مثل ما قلت لكم نظام تشغيلي اندرويد خام، معناته ما راح يكون فيه زيادات، معناته لما تيجي انت تستعمله وتتنقل ما بين القوائم اللي موجوده عندك حق الخدمات مالت التلفزيون راح يشتغل بشكل سلس، تحديثات راح توصل لك اول باول، وهم بعد بنفس الوقت راح تحصل التطبيقات كلها اللي انت تحتاجها من ناحيه الفي بي ان، من ناحيه شغلات اللي انت ما تقدر تطولها على سبيل المثال نفس ديزني بلس، نفس اتش بي او ماكس، نفس هولو، نفس بلوتو، نفس تابي، نفس كل هالشركات هذه اللي راح تقدر تحصلها عن طريق جوجل بلاي ستور اللي موجود على التلفزيون. حتى ستارز واو اس ان اكيد كلهم راح يكونوا موجودين هنا، فما يحتاج ان انت اصلا تسوي كونكت حق التلفزيون حق شيء ثاني. طبعا عندنا ثلاث منافذ حق الاتش دي ام اي، اثنين حق اليو اس بي بورت فتقدر تركب هارد ديسك عندك او فلاش ميموري، وعندك اوبتيكال حق الصوتيات، وهم 3.5 ملي حق التراديشنال سماعات، ويدعم لك هم بعد من ناحيه السراوند ساوند. الحين السماعات الموجوده عليه تشتغل بشكل مناسب، صوتهم وايد مقبول من ناحيه الحجم مال التلفزيون والابعاد، واكيد الحواف مال التلفزيون تعتبر صغيره من ناحيه ان حجم هذا التلفزيون فعليا هو 55 بوصه، بس هيك بمجسم تلفزيون وايد اصغر بسبب ان الحواف مالته صغيره. من خلف الجهاز عندنا زر واحد حق التشغيل راح يكون مخشوش، وباقي الامور راح تسويها انت موجود عندك بريموت، فحافظ عليه لا يضيع منك. ومثل ما قلنا في عندنا هنا شورت كت بوتنز، من تضغط انت على زر اليوتيوب مثلا يوديك حق تطبيق اليوتيوب، تضغط على جوجل بلاي يوديك حق جوجل بلاي، تضغط على برايم فيديو يوديك حق برايم فيديو. الحين في زر هنا هم بعد جوجل اسيست، تقدر تستعمل انت مساعد الصوتي حق شغلات معينه نفس اللي تستخدمها انت على اجهزه ثانيه، على سبيل المثال واتس ذا ويذر. Currently in Mubarak Al Abdullah it's 38 degrees and mostly sunny. Today it'll be sunny with a forecast. Okay. الجو قام يبرد، هذا شيء وايد وايد زين. طبعا احنا نقول جو يبرد لان صارت 38 تحت ال40 يا جماعه، براد
احنا بالكويت عندنا براد اذا تحت الاربعين. احنا انا استخدامي حق التلفزيون كان اكثر شيء كفيو فايندر. ادري ان انا قلت هذا الشيء كل مره اصور وناس وايد كانت تسالني احمد شنو تقصد فيو فايندر، فراح اراويكم الحين انا بالضبط شنو اقصد لما اقول لكم استعمل انا هذا التلفزيون كفيو فايندر. هذه الكاميرا اللي انا اصور فيها صح، هذه الشاشه اللي موجوده هنا مالت العين اللي انت تدخل عينك عشان تصور اسمها فيو فايندر. في كاميرات او كل الكاميرات الحين صار فيها شاشه صغيره نفس اللي انتم شايفينها هنا، هم بعد تسمى بفيو فايندر، بما معناه ان هي تراويك شنو الكاميرا تشوف. انا قاعد استعمل هذا الشيء كفيو فايندر. شلون؟ كل كاميراتنا اليوم فيها HDMI صح باحجامها، فالتلفزيون فيه HDMI، فاللي انا اسويه اجيب ال HDMI كيبل اركبه، اختار السورس HDMI 1، وحين انتوا قاعد تشوفون اللي الكاميرا قاعد تشوفه. هذا هو الوضع، هذا هو سيت اب هذه الشاشه الصغيره اللي انا اشوف نفسي عشان اعدل فيها الفوكس وما اعرف ايش. بس ليش احمد، ليش تحتاج ان يكون عندك هذا الشيء علشان انت تقدر خلينا نعدل الفوكس؟ ليش تحتاج ان انت تستعمل كفيو فايندر علشان الشيء الدقيقه اللي انت تيجي تبي تصورها؟ يعني على سبيل المثال تليفون يمكن حجمه نقدر نقول نسبيا كبير اذا انت كنت بتضبط الفوكس على شغله معينه، عشان كذا انا استعمله كفيو فايندر. هذا لما اشوف انا الشيء اللي الكاميرا قاعد اشوفه بهذا الحجم اقدر اتاكد ان الفوكس تمام، اقدر اتاكد ان كل شيء اوكي، ما لازم احاتي وقت المونتاج انه لازم اعيد التصوير. بس يمكن تليفون خلينا نقول حجمه كبير صح، ما يحتاج انه يكون عندك فيو فايندر هالكبر. بس اذا كانت الاشياء صغيره نفس هذا الشيء، هذه سماعات ايربودز كاستم من شركه سويتش اللي طبعا موجوده عند الغانم، مسوي لي سماعه على اللوجو مالي مع الالوان مالوتي مثل ما انتم شايفين. فيديو ثاني راح اتكلم عنهم بشكل تفصيلي وايد اكبر، وايد متحمس عشان اراويكم اياهم. بس عشان كذي انا استعملها كفيو فايندر مثل ما انتم شايفين، ان اقدر اشوف بشكل وايد كبير وواضح شو اللي انا قاعد اصوره. هذا اللي خلاني انا استثمر بهذا التلفزيون. بس لما جيت واستعملته كتلفزيون فعلي استوعبت انه هو فيه مميزات وايد كثيره، واعطاني بانل جدا ممتاز حق الاشياء العاديه اللي انا عاده نسويها. احنا وصلنا انه موجود عندي انا بالاستديو، معناته اغلب الوقت الشغلات اللي انا قاعد احطها عليه لها علاقه بشغلات اونلاين، وهذا انا التلفزيون اللي طالعه. يعني انا مو قاعد اركب عليه ار اف عشان الاريل اللي موجود فوق، ولا قاعد اركب عليه ساتلايت ريسيفر، شخباري كل شيء صار الحين اونلاين، وهذا شيء ممتاز انه هو يدعم لك اياه. اول شيء اذا ما تبي تستعمل واي فاي اللي موجود بلتن تقدر هم تعتمد على اللان، لان راح يكون في عندك انت مكان حق الايثرنت كيبل، وتقدر تشغل ذيك الساعه كل الخدمات اللي انت قاعد تشوفونها اللي موجوده هنا من ناحيه يوتيوب، من ناحيه ستارز، من ناحيه تطبيقات البلاي ستور، كل الامور هذه كلها راح يكون لها اكسس عليها من خلال هذه الشاشه. فتلفزيون انصح فيه وبشده بالذات بهذه الفئه السعريه. 120 دينار يا جماعه الخير، قاعد تتكلم انت بحدود 300 دولار امريكي، 300 دولار امريكي سعر هذا التلفزيون. 55 بوصه 4K سمارت تي في اندرويد تي في من شركه وانسا، سعره جدا جدا فيه واشوف انه هو مناسب. فهذا كل ما يخص الاندرويد تي في اللي موجود. لو انا حط بعد على تواير علشان اقدر اخذه معي كل مكان. فتاكد اذا كنت حاب تعرف تفاصيل زياده عن هذا التلفزيون او اذا كنت حاب تطلبه تبي تشتريه، الرابط ماله راح يكون موجود تحت. هذا الفيديو كان برعايه اكسايت الغانم، مره ثانيه الرابط مالهم راح يكون موجود تحت. وبس طبعا على طال الكسور سنوات كنت تعيشون احمد بوعريكي فما الله الكريم.